نحن مع النور التقينا، أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا. التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات. التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل بذور الذكريات. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فناننا الليلة جاءنا من بلاد الشمس الساطعة، من بلاد الجباه السمر الكادحة، يحمل في صوته رائحة وصمود الأرض الطيبة. أسعد الساهرين حين غنى لهم حتى مطلع الفجر في قاعة سينما الخليج في الدوحة قبل أيام، وهو من المطربين الأوائل في السودان الشقيق وحائز على جائزة نيرودا في الموسيقى لعام 1974. يسرنا أن نرحب بالفنان السوداني العربي الكبير محمد وردي. أهلا. أهلا وسهلا الأستاذ محمد، أهلا فيك في سهرتنا الليلة، وبنحب بس تحدثنا شوي عن بدايتك الفنية وأغانيك وكم سنة لك. والله ده شرف عظيم. تقريبا 26 سنة. 26 سنة ما شاء الله. أمسك الخشب. في خشب كتير في الاستوديو. ده فيما يتعلق بظهوري في أجهزة الإعلام. نعم. وبرضه قبل ذلك لابد من برضه في يعني نعم أنا في المدرسة في المدرسة، وأنا من منطقة من شمال السودان، منطقة اسمها منطقة النوبة. النوبيين. أيوة. عندنا لهجة خاصة. والآخر أنت لك عدد آخر أيضا من الأغاني النوبية. صحيح. إلى جانب السودانية الصرفة. أيوة. نعم. طب الأستاذ محمد، تحدثنا شوي عن جائزة نيرودا التي حصلت عليها. جائزة نيرودا هي جائزة عالمية بتعطى للفنانين اللي الجادين شوية، يعني اللي عندهم التزام نحو الشعب. و يعني اللي بيتفاعلوا ويحكوا يعني بجدية عن الواقع والمعاناة. نعم. فكان لي الشرف في أني أنا نلت هذه الجائزة سنة 74. نعم. في بودابست. نعم. كموسيقي. كموسيقي. أنت ملحن أيضا إلى جانب كوني. نعم. هي عبارة عن دبلومة في الموسيقى. نعم. نعم. أعتقد أنه كما قلت حضرتك أنه هذه تؤخذ للموسيقى الجادة أو المعاناة وإلى آخره، فلابد أنك تتفاعل مع الشعب هناك ومع الأحداث في وطنك، والمعروف عنك أنك قدمت كثير من الأناشيد الوطنية السودانية الحماسية. صحيح. تحدثنا شوي عن حكاية الأناشيد الوطنية. أنت تلحن وتغني. نعم. إنما الكلمات لمن؟ الكلمات لشعراء يعني سودانيين. أيوة. طبعا السودانيين. نعم. أعتقد مش أنا بس، يعني معظم الفنانين السودانيين وغير السودانيين، فنانين عرب يعني، بيتفاعلوا مع الأحداث والجماهير وبيقدمون أغاني وطنية. ونحن اللي سبقونا تركوا تراث كبير جدا من أغاني الانتماء للوطن وللوطن. فنحن بدورنا برضو بنساهم في يعني استمرارية هذا النهج من الأغاني الوطنية. نعم. فأنت قدمت عدد من الأناشيد الوطنية. عدد كبير. صحيح. وهذا واضح يعني معروف بالنسبة في هذا المجال. حبذا لو حيينا المشاهدين وسمعناهم صوتك معك العود. حاضر، ما في مانع. أحد الأناشيد الوطنية لو سمحت. حتغني لنا إيش؟ في أغنية اسمها أغنية وطنية اسمها حنين. نعم. شاعر محمد الفيتوري. نعم. نعم.
الحزن تحملني ترجعني تحملني ترجعني إلى عيون وطني يا وطني يا وطني. الأحرار والصراع الشمس في السماء كالشراع يا وطن يا وطن الأحرار والصراع الشمس في السماء كالشراع تعانق الحقول والمراعي وأوجه العمال والزراعي يا وطني لو لحظة من وسني تغسل عني حزني تحملني تحملني ترجعني تحملني ترجعني إلى عيون وطني يا وطني. جميل جدا الأستاذ، يعطيك العافية. تعبت أستاذ محمد. بالنسبة للأغنية السودانية المعروف أنها دونا عن بقية الأغاني العربية يعني تعمل بالخماسي كما نسميها السلم الخماسي وبقية الأغاني العربية على السباعي، فياريت نقول للمشاهدين الفرق بين هؤلاء هذين السلمين. الأغنية السودانية يعني هي خماسية الطابع، لأنها في رأيي السودان طبعا جسر بين إفريقيا والعرب، فموسيقانا هي خماسية إفريقية، إفريقية الطابع. وهي الخماسية هي من 5 حروف موسيقية تعزف على الطريقة العالمية السباعية، علميا بيكون محذوف منها 2 حرف في الموسيقى. أما الموسيقى العربية اختلافها هي فيها حاجة اسمها أرباع التون. نعم. دي يعني بالنسبة لنا احنا في السودان هي مستساغة، يعني ما أقدر أقول لك هي غير مستساغة بدليل أن الأغنية العربية منتشرة أيضا بقوة الإعلام، لكن احنا ما بنقدر نخرج عن هذا الطابع على أساس أننا عرب فقط. احنا الموسيقى الإفريقية الكلام عربي، يعني النص السوداني شعرا نص جميل جدا، لكن أذن المستمع لا تستطيع أن تستسيغ هذه الأرباع في التون. فتأليفنا على الطريقة العالمية أذن المستمع أي مستمع؟ المستمع السوداني. السوداني أيوة، أو الإفريقي. نعم. المستمع العربي أصلا معتاد طبعاً على المسألة، لكن برضو يعني بالتمازج وبالاستماع الكثير وبتبادل الثقافي وزيارات الفنانين وعلاقاتهم مع بعض، ممكن هي مش غريبة في مناطق في السودان فيها 4 تون. نعم. مناطق عربية فيها 4 تون أيضا، ومستساغة من السودانيين أيضا، اللي من بعض السودانيين. نعم، اللي عندهم بس هي. لكن الموسيقى السودانية يعني هي ممكن تؤلف على الطريقة العالمية السباعية، وهي خفيفة وذات إيقاعات. هل يمكن أن تحول الموسيقى السودانية إلى عربية بسهولة؟ لا، مش ممكن. ما سهلة. طيب نشوف الآن إحدى أغانيك ونكمل. شكرا. أنا عارفك يا فؤاد، أنا عارفك يا فؤاد، قد عذابك وسهاد، قد عذابك وسهاد، وشجاي أنا
وعذابي. وين اشوفك وين يا بني، 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 بس فراقك ليه بسنين، لو عرفت حبيبك امين ما بتكون هجر حبيبي. بعدك شفت الألم يا ما شفت الألم، يا ما بعدك شفت الألم، يا ما بعدك شفت الألم، كل نومي وصبري انعدم، شوف دموعي وراك صاروا دم، كل ما شدت وراك انهدم، كلمة واحدة سقت في الألم. بعدك شفت الألم، يا ما بعدك شفت الألم، كل نومي وصبري
عدم شوف دموعي وراك صاروا دم كل ما شدت وراك انهدم كل ما وحدة زقدني الألم تعادي يا الحنين. أستاذ محمد، زي ما شفنا أغانيك عاطفية وطويلة. ما بعرف أنت إلك رأي خاص بالنسبة لتسمية بعض المطربين، يعني أنا خاف الآن أقول عليك مطرب عاطفي أو مطرب وطني عشان تلاقيلي ثغرة تحاكمني منها. فإلك رأي خاص بالنسبة لتسميات بعض المطربين، فحبذا لو سمعني. لا، هي التسميات يعني ما مش لمجرد تسميات، يعني أنا من رأيي أن المطرب يعني أي فنان مغني يعني مغنية هو العمل الجميل هو الأساس. نعم. هو الأساس. نعم. سواء كانت أغنية عاطفية أو وطنية أو أي شيء. فعمل جميل سواء كان زي ما قلت ذكرت يعني هو اللي بيسمي نفسه. في أنا برفض تفصيل الثورية على بعض الناس، يعني مش معقول كمان نقول مطرب ثوري. ما سي مطرب ثوري أو مطرب الثورة، إيه مطرب كده، لا العمل يتحدث يعني. نعم. وكل ما كان العمل يعني شيء حقيقي و أعطيته من الوجدان بمقدرة وبأدوات فنية هي اللي بتقودك للمستمع. صح، هذا كلام سليم. نعم. الأغنية السودانية أستاذ محمد برغم جمالها وجودتها حتى الآن لم تنطلق إلى العالم العربي ولم يعشقها المستمع العربي بالشكل الكافي، فإلى ماذا يعود السبب؟ والله السبب يعود ل أشياء كثيرة يعني عوامل، قد نقول أيضا إنها التون ربع برضو. تون لكن مع ذلك برضو في تقصير من الإعلام السوداني يعني. نعم. الإعلام السوداني يعني احنا كمطربين بنخرج على نطاق قطرنا السوداني إلى الأشقاء العرب وعلى يعني عاتقنا إننا نوصل هذه اللونية من الغناء العربي. فالإعلام السوداني مفروض هي اللي تعلم وهم متجاوبين معنا الإعلام السوداني أيضا بيحتاج إلى بعض الوقت. تصدق الأستاذ محمد أن الأغنية السودانية منتشرة بشكل يدعو إلى الإعجاب على الكاسيتات؟ أيوه. ولكنها ليست هي أغنية خفيفة وأغنية إيقاعية راقصة ويعني عندها مميزات كثيرة. نعم. فقط يعني ابتدت عايزين نفتح فجوة في هل يقع في الأذن العربية، هل يقع جزء من اللوم على الفنان السوداني؟ ده حقيقة، والفنان السوداني أيضا برضو فنان ما بتاع يعني ما بيجازف. الفنان العربي له مطالب كثيرة لم تعطى له حتى الآن حتى يستطيع أن ينهض بفنه ويقدم الأجود والأفضل. دي حقيقة، دي حقيقة، ودي أهو نحن حننهض مع العالم العربي كله يعني. إن شاء الله. توعدنا وتبخل بالصورة يا غنوتنا يا غنوتنا يا بهجتنا ويا مرسى عيوننا المبهورة، ما نحن بطبعنا ناس طيبين
أمالا يا بسمة في عز الصيف حبت يا روح الروح يا أمالا إن جيت تطلبنا بضي العين ما بنقدر نحن نقول لا لا العين ما بتعلى على الحاجب وعزيز الروح ما بتعالى لو نحن بكينا على الصورة سامح دمعتنا المعزورة لو نحن بكينا على الصورة سامح دمعتنا المعزورة ما نحن بطبعنا ناس طيبين غلطاتك عندنا مغفورة مغفورة Thank you.
طبعا ناس طيبين غلطاتك عندنا مغفورة مغفورة يا يا كل أغانيك من تلحينك؟ نعم كلها بلا استثناء؟ في استثناء في بداية حياتي يعني الفنية في اثنين قدموا لي لحنين نعم وأنت قدمت لمن ألحان؟ أنا قدمت لكثير من المطربين يعني نعم. من المطربين السودانيين بتعتقد أنه يعني أديش أقول لك التوب التوب أو خليف أو إلى آخره إنما بتعتقد أنه جيد بما فيه الكفاية؟ محمد الأمين. محمد الأمين نعم, نعم. لحنت له شيء؟ لا هو ملحن هو نفسه ملحن نعم أستاذ محمد الأغنية النوبية طبعا لها ذكريات عندك صح. على أساس أنك بدأت حياتك الفنية بها وعلى أساس أن النوبة أيضا جزء لا يتجزأ من السودان ومصر في نفس صح. الوقت فالأغنية النوبية أيضا لها طبعها الجميل المميز حبذا لو حكيت لنا عن الأغنية النوبية والفرق بينها وبين السودانية والمصرية وبعدين نسمع شيء اسمه نوبي الأغنية النوبية نعم. هي طبعا مش باللغة العربية هي باللغة النوبية نعم. وهي قديمة طبعا قدم التاريخ يعني أكثر من 7000-8000 قبل الميلاد نعم. وقطعا عند دخول العرب في السودان وجدوا الناس بتغني بلغاتها فمنذ ذلك التاريخ والأغنية النوبية ما زالت ثابتة وتعطي وتضيف إلى الأغنية القومية من ألحان وموضوعات مختلفة وطريقة أداء والغريب في أن الأغنية النوبية يعني الغناء بين مصر والسودان فيه اختلاف على أساس الغناء العربي القومي الأغنية النوبية في نوبيين مصريين وفي نوبيين سودانيين صحيح ديل ما يختلفوا في الغناء لحنهم ثابت صحيح. المصري والسوداني لما يجي يغني نوبي بيغنوا الخماسي يعني ما في تأثير آخر عليهم رغم أقليتهم ورغم قوة الحضارة العربية برضو ما زالوا محتفظين باللون ويعطوا للأغنية القومية من تراثهم كثير طب احنا نشوف الآن أغنية مع رقصة نوبية ونتابع الحديث هذا عظيم هذا عظيم جدا طلب انك راح تشوف البرنامج معنا الليله شكرا جزيلا شكرا جميل أستاذ محمد هل كل كلام يمكن أن يلحن أنت كملحن الآن كل كلام يعني مهما كان صعب أو لا, 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 لا 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 الأغنية لا لا الكلمات الغنائية نعم. عندها مواصفات خاصة نعم. يعني ما كل شعر يلحن ولا كل كلام يلحن نعم. بالنسبة لألحانك وأغانيك أنت بشكل خاص انقطعت عن الغناء في الإذاعة والتلفزيون فترة طويلة في السودان
وتفضل الأماكن الحفلات الخاصة، لماذا؟ أنا ما انقطعتش بدل لأنه إنتاجي كله عند الإذاعة، بالذات الإذاعة. عند التلفزيون كان عندي رأي يعني أنه يحسنوا في إخراج الأغنية، يعني ما تكونش بالطريقة الإذاعية ذاتها يعني. صحيح. فمهمة تصوير الأغنية التلفزيونية، والأغنية التلفزيونية عندها مواصفات كده يعني، هي عملية بتاعت اختلاف وجهات نظر بين وبين التلفزيون، وهم راضين. ما فيش حاجة، ما في يعني مجرد رأي، إنه مجرد رأي يعني. طبعا لها الأغنية التلفزيونية بالتأكيد لها مواصفات أخرى، وتعتمد أيضا على عنصر التشويق. صحيح صحيح. أما كوني أنا أفضل الغناء في الغناء العام يعني أمام الجماهير، دي حقيقة. أنا في الشهر بعمل 3-4 حفلات عامة. بيأموها ناس كتار جدا. وإنتاجي متواصل. نعم. مباشرة. هل تقدم أعمال في حفلات خيرية إلى آخره؟ كثير. نعم. كثير. وهل زرت بلاد عربية وقدمت فيها أغانيك، وبلاد إفريقية أو عالمية؟ كثير أو كثير. أنا كنت عايز أتكلم في مجال الأغنية السودانية، هي كأغنية عربية فتحت مجالات كبيرة جدا للأغنية العربية في غرب وشرق إفريقيا. إفريقيا. تفضل. فيعني حتى خدمت اللغة العربية يعني، في نيجيريا مثلا في ناس ممكن يغنوا بالعربي وهم ما بيعرفوا عربي. كذلك في إثيوبيا، استثناء الصومال لأنهم برضو بيعرفوا عربي. في إفريقيا الوسطى، في تشاد، في الكاميرون، الأغنية السودانية فتحت آفاق الأغنية العربية. حبذا لو انتبهوا لها الإخوة الفنانين العرب وزاروا البلاد دي وقدموا أغاني عربية. نعم. هل تعتقد على هذا الحال، وحسب ما قلت حضرتك، أن الذي يشد أكثر في الأغنية اللحن أم الكلمة أم الصوت؟ في رأيي طالما أنه بتقول أنهم عاشقوها حتى دون أن يفقهوا العربية، الموسيقى والإيقاع. الإيقاع الأهم يعني. بالنسبة للإفريقي الإيقاع بيشده أكثر من الكلام. حتى مش بس الإفريقي، بتهيألي أي إنسان. هلا إحنا كثيرا ما نجهل مثلا اللغة الألمانية، صح صح، أو أي لغة أخرى، لكن ننسجم مع لحنها. صح. ونرددها. دي حقيقة. فنستطيع أن نقول أنه اللحن له الدور الكبير. أيوه. أستاذ محمد، أنت كان لك دور كبير أيضا ومرحلة فنية مرت بك مع الشاعر الغنائي إسماعيل حسن، وبعد رحيله الله يرحمه لابد أن هذه الفترة أثرت عليك، فماذا قدم لك وماذا قدمت له؟ والله يا الحقيقة الأخ إسماعيل الله يرحمه، يعني من الشعراء الغنائيين الأفذاذ في السودان يعني. هو جاء بعد مرحلة تسمى مرحلة حقيبة الفن، وكان في قيم وتقاليد معينة للغناء يعني. هو جاء يعني من الخمسينات كشاعر جديد برؤية جديدة، اقتحم المجال الفني بصراحته. نعم. وخط قالب جديد. كان جريء. نعم. كان جريء. يعني ابتدى يحارب العادات البالية مثلا، ومقاييسه في الجمال بتختلف من الشعراء السابقين اللي بيشوفوا لونية معينة من الجمال أو قيمة من القيم هي اللي تفضل. يعني مثلا عادة مثلا الشلوخ مثلا عندنا في السودان، الشلوخ يعني دي قيمة جمالية كانت. يعني جيل إسماعيل، جيل إسماعيل رفضوا المسألة دي. النوع المعين من الجمال رفض، هو دخل في الصراع حتى تعامل مع المرأة ما كأيقونة يعني. يعني مثلا يقول بعد إيه جيت تصالحني، بعد إيه، بعد ما ودرت قلبي اللي كنت فيه جيت تبكي وجيت تشكي. يقول لا، بعد إيه، ما في شاعر جرؤ أن يقول مثل هذا الكلام للمرأة السودانية. كانت المرأة تعامل كقارورة. كقارورة صحيح. فإسماعيل رفض هذه القيم، ولذلك هو كان شاعر محبوب جدا وأعطى كلام جميل جدا. نعم. إذن أثر على المجتمع بشارك مؤكد.
نعم. وهل كان بالطبع كان له شعر آخر غير الكلام النثر يعني أقصد شعر موزون؟ عنده دواوين شعر. عنده دواوين شعر. لكن أنت ما غنيت له شيء من هذا الشعر؟ لا أنا كنا ثنائي ناجح جدا. نعم. في هنا في مرحلة. بتذكر إحدى أغنياته اللي كتب لك إياها هو وأنت غنيتها؟ أيوة. كثير. موجودة عنا حاليا؟ والله الموجودة. هي بعد أيوة. إيه هاي اللي بتقولها؟ أيوة بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعدي ايه بعدي ايه بعدي ايه جيت تصالحني بعدي ايه بعد ما ودرت قلبي كنت فيه ما ضيعت قلبي كنت فيه جيت تحكي جيت تشكي جيت تبكي ليا ليه ليه اعتذارك ما بيفيدك ودموعك ما بتعيدك اعتذارك ما بيفيدك ودموعك ما بتعيدك هل عملت هل عملت هل عملت كان بإيدك كان بإيدك أنا ما علي ذنب فيه ليه جيت تشكي جيت تحكي تبكي ليا ليه Yeah.
ما أستاهل أنا أستاهل أنا أستاهل أستاذ محمد، سمعت بلا شك عن الأغنية الخليجية. نعم. فما رأيك في إيقاعاتها، في لحنها، في كلماتها؟ وهل سمعت أغنية خليجية في السودان؟ هل أغاني منتشرة هناك في السودان؟ نعم، يعني مش الانتشار الكبير، لكن نعم. أنا كفنان يعني بعرف هي الأغنية الخليجية عندها تفرد، يعني مش مخلوطة مع باقي الأغاني العربية، يعني هي كمان عندها كيانها. يعني ممكن تقول هذه أغنية خليجية. يعني رغم أنها بتتعامل مع الربع التون زي باقي الأغاني العربية، لكن إيقاعاتها متفردة. متفردة يعني في أشياء كثيرة، حتى في تقارب بين بعض الإيقاعات السودانية والخليجية أيضا. يمكن تبعا للآلات المستعملة، الآلات الموسيقية، الطبول، يعني الطبول والنقر كثيرة. الدفوف. نعم. لكن نوعية الإيقاع ذاتها أيضا مشكلة. أفتكر كان برضو يعني صعوبة الحياة والبحر والأشياء دي برضو بتلم الناس في أشياء يعني. صحيح. طيب مين من المطربين الخليجيين بيعجبك؟ والله أنا سمعت كثير، لكن يعني كمان ما حقوم أختار أخش في اختيارات، لأنه دي بالنسبة للفنانين. تترك لي أنا فرصة الاختيار؟ أترك لك أنت. طب نسمعك أغنية خليجية. جميل، إن شاء الله. أنا الخليج بعز
الخليج تبدأ بداية رحلتي عن حياتك الخاصة، حياتك الاجتماعية، دراستك، طموحاتك، أمانيك، تفضل. ما في مانع. أنا كنت معلم، مدرس يعني مدرس في الابتدائيات قبل أن أحترف يعني. والتعليم طبعا مهنة عايزة تفرغ، والفن برضه عايز تفرغ، ففضلت ان انا اتفرغ للفن. كنت تغني للطلاب؟ كنت اعمل لهم اناشيد. ايوه يعني ياهو كنت اعمل لهم اناشيد. حالتي الاجتماعيه متزوج وعندي اولاد ايضا يميلون الى الفن. اربعه وبنتين ما شاء الله. هل يميلوا الى الفن ايضا؟ والله كلهم ميالين بحكم البيئه الداخليه. أيوة بالبيت يعني وكذا. عدد أغانيك تصل إلى 300 أغنية أو صحيح. أكثر. فهل هناك أغنية معينة لها ذكرى في نفسك وانت سمعنا منها شيء على العود؟ والله يا أغاني كثيرة اللي عندها ذكريات، لكن في أغنية معينة اسمها الطير المهاجر. ومين الطير المهاجر؟ والله الطير المهاجر هو كل من يهاجر وكل من بس ما في شيء معين يعني وكل من يشتاق إلى الوطن نعم. هل ولدت هذه الأغنية مثلا نتيجة حنينك إلى الوطن؟ كنت خارج الوطن أو شيء؟ هي ولدت نتيجة حنين الشاعر إلى الوطن. من هو الشاعر؟ اسمه صلاح أحمد إبراهيم. نعم. أحد شعراء العظيمين في السودان وهو دبلوماسي. نعم. تفضل. حزنان يغالب
أتمنى بس لأوبد. بس هي أغنية كبيرة فأنا حبيت أدي نموذج بس يعني. شكرا. أستاذ محمد، السؤال اللي ربما يكون تقليدي لكنه ملح هذه الأيام خاصة انهيار الأغنية العربية، ما سبب هذا الضعف والمرض في الأغنية العربية؟ هل هي أزمة ملحنين أم أزمة أصوات أم أزمة كتاب في رأيك أنت كملحن وكمطرب؟ أنا في رأيي الأزمة ما أزمة أغنية عربية، هي أزمة عربية في الأساس. يعني العرب الحاصل عندنا إن نحن متأزمين يعني. مشاكل كثيرة جدا اجتماعية سياسية، يعني الحضارة بتاعتنا بتواجه مشاكل كبيرة جدا. فليه يعني المسألة اللي تقع على عاتق الأغنية على أنها هي كنبت شيطاني هي لوحدها تصمد وتكون جميلة في وسط الحروبات وسط المشاكل وسط كده؟ فهي أزمة عامة، أزمة عرب وحضارتهم لما فيها الأغنية كجزء بسيط في التراث الثقافي. فليش الأغنية العربية لما كانوا العرب مستقرين كانت بتاخذ دورها الطليعي وتاخذ مجراها في تطور اللحن العربي؟ لكن الآن الأزمات من كل النواحي موجودة. يعني معلش أنا بدي أخالفك شوي، قد يكون الكلام اللي قلته إلى حد كبير صحيح ومعك حق، الحالة الاجتماعية لابد بتنعكس على الفنان، والفنان الجيد يتأقلم بما يرى وبما يتعايش معه، لكن يظل الفنان أيضا، أين الفنان؟ أين المطرب العربي؟ الأزمة العربية لن تؤثر على وجود مطرب جيد، فمثلا بعد وفاة عبد الحليم أو أم كلثوم أين المطربين اللي يملؤون هذا الفراغ؟ هو الفراغ مش من السهل لأنه يملأ في جيل أو في عقد عقدين ثلاثة يعني. الإبداع ما وراثية يعني بشكل يعني عملية المبدع ما بيتسلسل بسهولة يعني جاء عبد الوهاب. يعني الآن كثير عندنا من المطربين الشباب والمطربات. أيوة الشباب يعني هي ما لكن لم يستطع أحد أن يملأ حتى الآن. صحيح، أنا لا أخالفك في الرأي، لكن يعني مجرد غياب أم كلثوم يتحط لها بديل ما أظن. يعني المسألة دي عايزة فترة، يعني ملحن كالصنباطي من الصعب إيجاد البديل بسرعة. لكن يعني هو حواء بتولد والأرض العربية ولودة في يوم ما، لكن مش بسرعة البدائل في الإلكترونية يعني. لا، الإنسان ده شيء آخر، في بعد 50 سنة تظهر أشياء أحسن من اللي سبقونا، أجيال تانية تجي. يعني حكاية وقت بس واستقرار عربي طبعا. واستقرار عربي، أنا دي الأزمة الحقيقية أنا في رأيي يعني. قبل نهاية اللقاء الحقيقة في الأخوة في الاستوديو بيأكدوا علي تقديم أغنية عن السودان وطنية كنت بتدندن فيها أثناء البروفا، ولحن جميل الحقيقة. شكرا جزيلا. ما في معنى، ممكن نختم بها البرنامج بعد أيوة. إذنك أيوة ما في معنى. كلمات مين هاي الأغنية الوطنية؟ كلمات محمد الفيتوري أيضا. نعم. أيوة. أيوة. نعم. وشاعر عظيم يعني كبير جدا. أبدا أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا، بالذي أصبح شمسا في يدينا، غناء عاطرا تعدو به الريح، فتختال الهوينا يا بلادي من كل
بلادي من كل قلب يا بلادي كل قلب يا أصبح الصبح على السجن على السجن على السجان باقي أصبح الصبح على السجن على السجن على السجان باقي وإذا الفجر جناحاني يرفان علي والذي شد وثاق الوثاق والذي بعثرنا في كل وادي فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا الذي أصبح شمسا في يدينا وغناء عاطرا تعدو به الريح فتختال الهوينا يا بلادي كل قلب يا بلادي كل قلب يا بلادي كل قلب يا أصبح الصبح بلا السن بلا السن ولا السجان بار أصبح الصبح بلا السن بلا السن ولا السجان بار شكرا رائع رائع جدا يعطيك العافية كله متكامل اللحن والكلام والأداء شكرا في نهاية هذه الحلقة ونهاية هذه السهرة للفنان السوداني العربي الكبير محمد وردي الذي أسعدنا هذه الليلة شكرا لك شكرا جزيلا شكرا وشكرا لكم أعزائي المشاهدين وتصبحون على الصبح وها نحن مع النور التقينا أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور
الذكريات أبدا ما هنت يا